مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، صباح الخير على حضراتكم، صباح الامل والتفاؤل والحب دايما يا رب باذن الله. يوم جديد من ايام العشره الافضل على وجه الارض، يا رب يكون يوم سعيد ومليء بالخير والبركه ان شاء الله. كلنا نجتهد فيه باذن الله بالدعاء وبكل ما يقربنا من ربنا سبحانه وتعالى عشان نوصل مع بعض ليوم عرفه ويغفر ذنوبنا يا رب ان شاء الله. وكل يعني اللي عايش معانا على كوكب الارض باذن الله يعيش بخير وسلام. صباح الخير يا حبيبي. صباح النور يا نالا، ويا رب يكتبها لنا كده ان شاء الله السنه الجايه نكون في بيت الله الحرام. بنصبح على أجمل بلد في الدنيا وعلى أجدع ناس المصريين، جايين رجولة ونخوة وعزة نفس، كل حاجة حلوة بنقدر نقولها. بلدنا جميلة جدا، يا ريت نفضل نحبها أكتر، كل واحد بيحب بلده ونهلة، لكن المصريين عندهم حالة عشق فظيعة لبلدهم، وغير المصريين كمان الأجانب اللي بيجوا يقعدوا هنا والعرب طبعا، كل الناس اللي يجي يخش مصر هنا ويلف فيها ويشوف نيلها ويشوف مش هقولك يشرب من نيلها، يشوف ناسها بيرجع دايما عايز يرجع يقعد في مصر، بيتكلم عن الشعب المصري الجميل العظيم. بس المهم ان احنا نقدر يعني مكانة بلدنا فعلا، والحب ده ما يتحولش بس الكلام، لا يبقى عمل، وان احنا نحاول كل واحد فينا يبني بلده بطريقته ويجتهد في مكانه. ده مهم جدا مهما كان، كل مره بنقول نفس الكلام بس معلش هنقوله تاني، ما تزهقوش مننا. كل واحد حتى لو دوره صغير خالص اكيد بيفيد البلد لو اجتهد فيها فعمله واجتهد وابتدى يشتغل كده وهو بيحب شغله، مبقاش مجرد موظف بيشتغل وهيقضي الشغلانه بتاعته وهيمشي الساعه يجي الساعه 8 ويمشي الساعه 3 خلاص خلص بقى شغل، لا حب شغلك وابدع فيه واعمل فيه اللي انت عايزه، لان انت مهما كان دورك صغير بيصب في الاخر لمصلحه وطنك ومصر، في الاخر كله بيتجمع وفي الاخر بتبقى حاجه جميله جدا نقدر نعمل حاجه لبلدنا. اللي انت قلته ده حياتي من الابداع في دورك ده بيفكرني بجيل معين من جيل المذيعات الجمال جدا اللي ابدعوا في مجالاتهم وما زالوا عايشين ما بيننا، واحنا بنكرمهم دايما في 10 الصبح اللي ادوه لينا وادوه لكل الساده المشاهدين وقد ايه امتعوهم على مدى سنين طويله. النهارده هيكون معانا فقره مع مبدعه من المبدعات دول اللي ادونا كتير جدا في التلفزيون المصري وادونا كتير جدا كجمهور مصري، ساعدنا بيهم وساعدنا ببرامجهم المميزه جدا. هيكون معانا النهارده ضمن لقاءاتنا في البرنامج الاعلامي الجليله ماجده ابو هيف، وطبعا هي كانت في فتره من فترات رئيسه القناه الفضائيه المصريه وليها برامج متميزه جدا، العقل يكسب، الرواد، الاضواء، صوره ومعلومه، وغيرها من البرامج الرائعه اللي ما زلنا يعني حافظينها وطابعينها في الذاكره. النهارده هنعيش معاها ومع ذكرياتها وازاي هي كانت قدوه لينا ومين قدوتها في الحياه، وجيل زي بيسلم لجيل علشان التلفزيون المصري يا رب يبقى احسن دايما للامام. مش بس كده، احنا هنعرف كواليس دخولها التلفزيون دي يعني الناس القيمه الجامده الكبيره دي، الاسامي الكبيره بتاعت زمان دي، ما كانش سهل ان الواحد يخش التلفزيون كده يبقى مذيع او مذيعه، لا ده كان فيه اختبارات وفي 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 حاجات بقى تقيله وتتلمذوا على ايدين اساتذه برضو، احنا تتلمذنا على ايديهم من خلال الاساتذه اللي فوقيهم برضو، اتعلمنا منهم حاجات كتير وما زلنا بنتعلم. انا ببقى سعيد جدا في الفقرات بيني وبينك حتى كواليس، ببقى سعيد جدا 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 ان احنا بنبقى قاعدين مع ناس يعني كنا بنشوفهم واحنا يمكن بعيد عن التلفزيون، كنا لسه دخلنا او دخلنا، لكن بنحس بفخر كده بنقعد معاهم، بنحس ان احنا مبسوطين، بنتعلم منهم لغايه النهارده، بنتعلم منهم السهوله، البساطه، التلقائيه، النجوميه والبساطه، هي دي المعادله الصعبه، انها تبقى نجمه كبيره جدا وفي نفس الوقت بسيطه جدا جدا جدا. صحيح. غير الابداع بقى في المجال الاعلامي عندنا كمان مبدعين في مجالات ثانيه احنا محتاجينها في مصر طبعا، ومنها التعدين، لان مصر عندها ثروه تعدينيه كبيره جدا بنتكلم عنها باستمرار لكن ما بنضيف لهاش اي قيمه. فين القيمه المضافه على المعادن المصريه؟ ليه المعادن المصريه بتطلع من باطن الارض وتصدر كما هي وبنخسر كل منتجاتنا وكل ثروتنا المحليه؟ ليه ما بنحاولش نعمل منتجات من التعدين علشان نعمل قيمه مضافه ونعمل دخل لمصر؟ وايه حال الصناعات التعدينيه في مصر دلوقتي؟ ده هيكون محل فقره من فقرات النهارده. حاجه دي حاجه من الحاجات المهمه جدا. هنختم بقى بشويه فرفشه كده وفرفشه على حاجات شعبيه، فرقه شعبيه اسمها سهر هتغني لنا الاغاني الشعبيه التراثيه الجميله بتاعتنا احنا كمصريين، وهنحاول زي احنا بنحاول دايما في برنامج ان احنا بنعيد احياء التراث الشعبي المصري الجميل. هنستمتع مع بعض ان شاء الله. هنبتدي على طول فقرتنا ولا تحبي نعمل ايه؟ احنا مستنيين اشاره من المخرجه، نبدا ولا ما نبداش؟ همت نبتدي ولا ايه؟ نبتدي على طول؟ اوكي خلاص نبدا حالا ان شاء الله. نطلع فاصل بعد فاصل، يلا بينا. يلا بينا.